العربي، هل لابد مثل ما سيد أحمد أن يكون هناك موضوعية وسردية مختلفة، أو لابد أن يكون هناك سردية واحدة في الإعلام العربي؟ سأطرح عليك هذا السؤال، تقييمك للإعلام الغربي والإعلام العربي في هذه التغطية الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على غزة. الإعلام هو إعلام، كان عربيا كان غربيا كان دوليا، الإعلام هو إعلام، وهي من أنبل المهمات والوظائف في العالم، لأنها هي وظيفة ومهمة نقل الحقيقة الحقيقة، وبالتالي هذا يتطبق على جميع وسائل الإعلام كانت عربية أو غربية. وفي هذه المعركة حقيقة تكشف كثير من الأمور، تكشفت أمور نعرفها وتكشفت أمور مستورة أكثر ولا نعرفها. ولكن من الأمور التي تكشفت أن الإعلام الغربي التقليدي حقيقة بدأ بشكل منحاز غير مهني، وذهب باتجاه، وأنا سمعت الأستاذ ياسر قبل قليل أن كان هناك دعاية، نعم الدعاية لم يكن إعلاما، وأنا شخصيا التقيت برئيس وجميع محرري البي بي سي، ومعظم هذه اللقاءات لم يتم الإعلان عنها، ولكن في بداية هذا العدوان معظم مديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام والتلفاز البريطاني، وأيضا منهم أمريكا، لأنه للأسف لا يوجد لنا ممثلين في أمريكا. والحديث منذ اليوم الأول، أنتم لا تقوموا فقط بعملية دعائية للرواية الإسرائيلية الكاذبة، لا تقوموا بالتحقق من هذا. أنتم تذكرون قصة الأربعين رضيع الذي تم قطع رؤوسه، وتذكرون قضايا كثيرة، إذن أنتم تمارسون الدعاية. ولكن هناك شيء أخطر نحن طرحناه عليه، أخطر بكثير من الدعاية سيدتي، ألا وهو اللوبي السياسي. بعض من وسائل الإعلام الغربية مارست اللوبي السياسي إسرائيل. أعطيك مثال واحد، اليوم الثاني للعدوان على غزة، سكاي نيوز أحد مذيعاتها في لندن، وهي شهيرة جدا بدون ذكر أسماء، قابلت وزير خارجية بريطانيا وقابلت وزراء خارجية الظل في المعارضة. السبب الأساسي كان والتوجه الأساسي، هل ستقابلون سفير فلسطين لدى بريطانيا؟ هل سيكون بينكم وبينه أي منبر؟ وأجابوها لماذا هذا السؤال؟ قالت لأنه قال أن إسرائيل تستحق كل ما فعلت به. إذن هي مارست الضغط السياسي طبعا كذبا حتى تكون أداة من كل هذه المنظومة لإهدافة السياسيين البريطانيين للتواصل معنا في مرحلة حاسمة واستراتيجية من تاريخ قضيتنا، قطع أي إمكانية للتواصل مع ممثلي فلسطين. هذا ليس عمل إعلامي، نحن شاهدنا أشياء متتالية من قبل هذا الإعلام، ولكن شاهدنا بداية تغيير. وسألتيني الأسباب جاهزة أروح. هذا الذي كنت سأطرحه عليك وأبدأ معك ثم بقية الضيوف، كيف أثرت هذه المغالطات التي ذكرتها؟ وطبعا المغالطات مثل موضوع ذبح الرضع والاغتصاب انتشرت، وبعد أيام حتى تصدر مثلا CNN، خاصة CNN تصدر اعتذار، تكون قد انتشرت هذه المغالطة وهذه الإشاعة. سأبدأ معك سعادة السفير، كيف أثرت هذه المغالطات ونشر الشائعات والتعتيم على الصورة القادمة من غزة على الرأي العام الغربي وعلى المسار في هذه الحرب؟ أثرت بشكل كثير. اضطرت سكاي نيوز إلى الاعتذار في خبر متلفز على الهواء، الاعتذار مني شخصيا والاعتذار من الجمهور الدولي، اضطرت البي بي سي للاعتذار على الهواء مباشرة أيضا. وبالتالي حقيقة المتلقي الغربي بات يشعر أن إعلامه أولا جزء من المشكلة، وأيضا إسرائيل خترت المصداقية بشكل كامل، يمكن كلمة كامل ليست دقيقة، ولكن خترت جزء كبير من مصداقيتها لدى المواطن ولدى المتابع الغربي، هذا أكيد. وفي المقابل، وهنا أريد أن أوجه الشكر لكم واسمحي لي هنا، لأنه حقيقة في هذه المعركة الإعلام العربي كان هو السباق، وكان موجودا فيما لم يكن هناك تواجد على الأرض لأي إعلامي غربي، يمكن هناك أسباب أمنية لذلك، ولكن لم يكن الإعلام العربي كان موجودا وتابع الحدث
وجميعكم شاهدتم ما حصل لوائل الدحدوح وعائلته، وجميعكم أيضا شاهدتم ما حصل لشيرين أبو عاقل قبل وائل الدحدوح وكل الإعلاميين الفلسطينيين. ولكن الإعلام العربي على تنوعه واختلافه وعلى وجوب أن يكون هناك نقاش بيننا حول المصطلحات وحول المفردات، فهذا النقاش يجب أن يكون الآن لأن هناك تمايز كبير. ولكن بشكل عام الإعلام العربي في هذه المعركة كشف الإعلام الغربي وقدم لنا ومكننا من تقديم الحقيقة. نعم.